مشاهدينا سهلا ومرحبا بكم في قناة ميشيل فلوغ. عيد مبارك سعيد مباشرة من أوزود. هاد المرة عاوتاني عام صورت فيديو في أوزود بعد ما تفعلت لي القناة ديالي. خليكم معنا في هاد لا فيديو. هذا عام الأول صورت لا فيديو في رمضان، وهاد العام هذا في عيد الفطر في رمضان. هنيت قريبا شي عام دابا. المهم خليكم معنا. عرفوا مشاهدينا أوزود شي حاجه انكرويابل، شي حاجه رائعه. بعد ما شفتوا الفيديوهات ديالي في عين اسر دول بني ملال كنقولوا شي حاجه انكرويابل، ولكن أوزود تيري شي حاجه انكرويابل. المهم خليكم معنا نستمتعوا جميعا. واحد المنظر اللي هو جميل جدا في هاد أوزود. خايس معايا وشوف معايا الديكوراسيون كبيرة، شلال هابط بالامصار، يعني ما غاديش نحدو شحال من متر هابط هاد الشلال هذا، بزاف غارق ما غاديش يتحدو كاع نهائيا. والله فيديو اللي كنتمنى تعجبكم بزاف بزاف.
الله فيديو اللي يعجبكم بالفعل، وصلوا وريا فرصة. عيد مبارك سعيد.